رؤية باللمس، مشروع تقدمت بيه مي عماد فنانة تشكيلية لتسهيل العملية التعليمية بالنسبة للمكفوفين. مي لاحظت أنه كل الكتب المخصوصة للمكفوفين الأشكال اللي فيها أو الرسومات اللي فيها عبارة عن أشكال هندسية، عشان طبعا بتبقى سهلة في اللمس وبالتالي التعرف عليها. لكن هي فكرت أنه ممكن إدخال لوحات بأنماط أخرى بارزة، يعني ممكن تنمي قدرات المكفوفين وتوسع من الإدراك ومن الخيال، واقترحت الاقتراح ده بالفعل على وزير التنمية المحلية. هنشوف الاقتراح ده وصل لفين وإيه اللي خلاها تفكر فيه بالأساس. وهي معانا في هذا الحوار. صباح الخير يا مي. صباح النور. إيه اللي خلاكي تفكري في الجزئية دي، إنه المكفوفين ممكن يكونوا فعلا محرومين من يعني الإحساس باللوحات الفنية زي ما المبصرين بيحسوا بيها؟ أو بداية تعاملي معاهم ما كنت فاكرة إن الموضوع عادي وإن في أصلا رسومات عندهم، ما كنتش متخيلة إن أنت مفيش. بتدرسي لهم أصلا أو مجال عملك ليه علاقة بالمكفوفين؟ مجال عملي ما كانش ليه علاقة، بس بعد ما بدأت أدخل في المشروع ده بدأت أتعامل معاهم أكتر وأمنت بفكرهم، وقدرت ان هم قد ايه عندهم ثقه ان هم يقدروا يتعلموا حاجات كتير قوي عن طريق اللمس. لما بداوا يلمسوا اللوحات بداوا يتخيلوا، بدا التخيل عندهم يزيد عن الواقع اللي حواليهم، لان هم ما كانش مدركين حاجات كتير مهما كانت بسيطه في الواقع اللي احنا فيه. اي نعم هم بيحاولوا ان هم يعملوا ده عن طريق مجسمات، بس مهما كانت المجسمات دي قد ايه مش هيقدروا يقدموا كل شيء. طبعا فالرسومات بتوفر عليهم اشياء كتير قوي ليها علاقه بالثقافه وبالعلم، مش في مجال واحد. لا يعني مش هقتصرها على مثلا الرياضيات ولا العربي ولا لا وات ايفر هيكون ايه. ايوه كمثلا ما يكون عندك انت قصه او كتاب اللي بيشدك انك تقري فيه، اللي ما يكون في قصه يعني في رسمه معينه بتوضح لك الدنيا اكتر وبتشجعك انك تكملي بقى القرايه. هو مش عندهم غير كتابه برايل، كتابه برايل لدرجه ان الموضوع بيبقى ممل بالنسبه لهم، رغم ان في تقنيات سهله جدا احنا ممكن نقدر نستخدمها. ده بس اللي انت بتتعاملي مع حد بالذات المكفوفين اللي هم مولودين من غير نعمه البصر من البدايه، هو اصلا مش عارف الرسومات دي بتعبر عن ايه، فهماني؟ يعني انت لو عملتي له مجسم شجره ولا بحر ولا سماء ولا قمر، هو مش عارف الشكل اصلا ايه عشان يحسه. فانت بتعالجي ده ازاي؟ يعني هل انت يعني اولا وضحي لي انت ازاي بترسمي لوحه خارج نطاق الأشكال الهندسية وهو بيحس بيها وبالتالي يفهم الفكرة اللي في الكتاب، يعني ترجميها لي كده ازاي بتعمليها؟ طيب خلينا نرجع بس نقطة صغيرة الأول. هو موضوع إن الكفيف مولود كفيف، في بعضهم كده للأسف، بعضهم بس في ناس منهم الأغلبية العظمى عندهم نسبة بصر بسيطة. تمام. أنت يعني بس بيطلب منهم علشان يقدروا يكملوا في لغة برايل إنهم يلغوا الجزء ده أصلا. أنت ألغي عينك واشتغل باللمس. فانا لغيت نعمه عنده، طب ليه؟ ما انا ممكن استغلها ان انا استخدم الوان مثلا يبقى فيها كونتراست عالي. ده هيبقى عنده حتى بصير ظل ونور، هيقدر استغل الجزئيه دي. ده بالنسبه لحكايه كفيف او مش كفيف. طيب هل بقى ان هو هيقدر ازاي يفهم ان الرسمه اللي انا رسمها؟ الموضوع بمنتهى البساطه جدا، انك ممكن يكون قدامك لوحه، اللوحه دي انت شايفاها شكل معين لكن هو ما يشوفهاش بالشكل ده. بمعنى شايفاها إيه؟ بشكل معين، تقدري توصفي اللوحه دي انا شايفه فيها 1 2 3، شخص تاني شايف نفس اللوحه يصفها بحاجه تانيه. بس اللوحه ساعدتك انك الخيال عندك والفكر يشتغل، ده المقصود منه. لكن لو تقدري تستخدمي اللوحه دي ان تعبر عن جزئيه معينه كخدمه تعليميه لي، طبعا نقدر ده عن طريق ان انا اقدر استخدمه تبسيط الرموز، ابسط الرمز، ابسط الرسمه بتاعتي بتحس ان هي تكون مناسبه لفكره ولعقله، وتكون مناسبه ان اقدر اعملها بملمس عالي وواطي، يكون تكتيكال اقدر المسها. ده هيقدر يكون هو يوصف له هيترجمها هو بدماغه، لان هو بيشوف اكتر باللمس. هو ممكن يكون دلوقتي قدامنا الترابيزه هو يقدر يوصفها لنا بس عن طريق رمزه، هيوصفها بطريقه غير ان احنا نقدر نوصفها، بس هيبقى عنده ادراك. يعني قصدك ان انت ممكن ترسمي اللوحه العاديه جدا بس فيها بروزات، يعني يبقى بحيث ان هو لما يلمس يعرف يميز ان دي شمس، ده بحر، ده شخص واقف، دي شجره، مش كده؟ الى حد ما بسيط، الى حد ما كلامك حضرتك مظبوط، بس انا مش بتطرق للجزئيه دي قوي، بمعنى ان هو ايه
انا لازم ارسم له البحر او الشجره او الشمس عشان يعرف يعني ايه بحر يعني ايه شمس. طب ما احنا عندنا مواضيع في حياتنا. في البدايه بدات معاهم بالحاجات البسيطه زي ما حضرتك ما بتقولي. ازاي يكون عندهم يعني مثلا اشرحي لنا على صوره من الصور دي. دي مثلا دي اكتر لوحه اخذت يعني كومنتات كتيره قوي بالنسبه للناس. وكان في مكوفين جدا كانوا معجبين انه قدروا يفهموها زي ما حضرتك ما بتقولي ان ده في ميل وده ميل. قدروا يفهموا ده كويس جدا. والجزء اللي على الجنب دي كتابه برايل. قدروا يقراوها. مش انا اللي كاتباها، انا اللي كاتباها بس مش انا اللي مترجماها. تمام. اللي مترجماها مدرس برايل عندهم. اللوحه دي كانت بتتكلم ان ازاي الناس ممكن تكون مش بتشوف بس عندها فكر ووعي. ممكن يكون عندهم ثقافه وحياه. وده اللي مترجماه في الكود بتاعنا، ازاي يكون عندنا في خيالنا حياه، ازاي نقدر نطبق ده في الواقع عندنا. تمام تمام. طيب انت اقترحتي الاقتراح ده على وزير التنميه المحليه ليه؟ اشمعنى وزير التنميه المحليه؟ انا تصورت ان انت ممكن تقترحيه على وزير التربيه والتعليم مثلا. انا اقترحته على جهات كتير. بس الاخرها كان وزير التنميه المحليه. اشمعنى؟ كان هو موجود عندها في المهرجان اللي معروض قدام الناس دلوقتي حالا. اوكي. كان تمام. موجود على المهرجان، هو محافظ الفيوم، وكان معجب جدا بالمشروع وقال انا من بدايه الناس اللي عملوا دخلوا لغه برايل وطبعه برايل في مصر. فده حمسني، وهو كان متحمس جدا للمشروع وقال ده حلو جدا لازم نعمله. فقلت له يا دكتور في ناس كتير كانت تحاول تعمل المشروع ده، بس احنا عملنا ميتنج كتير بس في الاخر ولا شيء بالنهايه. ما وصلناش لاي حاجه. فما فيش اي حاجه بتعمل غير انا اللي بعمله، بس انا بعملها بس مجرد ما بمشي من المكان يعني ده وش خلاص. مثلا من غير قطع كلامك ده بالزبط. وش بني ادم دي وشوش. فهو بس على فكره هي اللوحه فنيتها عاليه حتى للمبصرين، يعني هو هو هيستمتع والمبصر العادي برضه هيستمتع. بالظبط ده اللي انا بتكلم فيه. على عكس كتابه برايل اللي احنا ما بنفهمهاش، يعني اي حد مبصر ما بيفهمش الكتابه دي. بالظبط ده المقصود، ان انا اقدر ازاي اجمع المبصر والكفيف في نفس اللوحه وفي نفس الفن اللي احنا فيه. ما اقولهوش هو ماشي، لا امشي لو سمحت الجزء ده مش بتاعك. لا اقول له تعالى انت مرحب بيك، تقدر تستمتع معانا. بالظبط. تقدر تكمل حياتك معانا. ده بالعكس لغه برايل انا عملتها بلوحه تشكيليه، يقدر اي حد فينا يستخدمها ويخليها عنده في بيته. وهيبقى مهتم ان هو عايز يعرف حاجه زي كده موجوده ازاي. فكرتي انك تقدمي المشروع لوزاره التربيه والتعليم، انه مثلا المناهج الدراسيه اللي بيدرسوها طبعا المكفوفين كطلبه زيهم زي المبصرين، يبقى الصور التوضيحيه الملحقه بيها من نفس الاسلوب ده. فكرتي؟ وقدمته في متحدي الاعاقه، وقدمته عندي في الجامعه واخدت منه توصيات، وقدمته في جامعه حلوان، وقدمته في جامعه اسيوط، قدمته في اماكن كتير، بس لحد دلوقتي ما اتطبق او ما يعني ما اتخدش بيه. لسه. بس جربتيه اكيد. طبعا انا جربته في جامعيات في الفيوم وفي القاهره وفي بني سويف، في اكتر من اماكن، وعملت المعارض بتاعتي دي في الشرقيه وفي بلطيم وكفر الشيخ والفيوم وبني سويف. ولقيتي مردود ايجابي؟ لقيتي ان هم بيفهموا طبعاً. المضمون اكتر بالصور التوضيحيه دي؟ انا نازل اكتر من فيديو على الانترنت وانا بتكلم ان انا ما كنتش متخيل ان هم يقدروا يحسوا بالحاجات دي. انا اوريدي في معرض اللي هو نيو فيجن بتاعي اللي كان في شهر 3 اللي فات، جبت مكوفين وجم من بلد تانية عشان يقدروا يعرضوا المعرض ده. كانوا مش متخيلين قد ايه ان هم كانوا بيتكلموا وحاسين باللوحات دي. كانوا قالوا قد ايه احنا حاسين، احنا جايين عشان نتفرج ونحس ونلمس. بس الموضوع محتاج تدريب، لان هم اوريدي ما عندهمش اصلا اي نوع من انواع التدريب على الرسومات البارزه. فكنت بدربهم بالبدايه ان هم ازاي يقدروا يلمسوا ده، والمدرس عندهم كان متعاون جدا معايا لان هو اعجب جدا بالفكره، وقدر يساعدني في ده، وقدر يعلم الطلاب بتوعه ده. يعلمهم يحسوا باللوحات ويفهموها. بالظبط. هل في نوع معين من الفنون ممكن يمارسوها ان هم ممكن هم بنفسهم يرسموا؟ طبعا في فنانين اصلا بتعملي ده بشكل، لا يعني زي ما انت بتقولي هو يفهم الفكره وهو نفسه بقى يعبر عنها، مش بس يشوف لوحه بتعبر عنها. المشروع بتاعي مش متوقف بس ان انا ارسم بينتنج. انا لجأت لقصه البينتنج اللي الناس دلوقتي شايفاها كلها، لان ما لقيتش اي مناجاه من اي جهات. فانا ما كانش ينفع اقف مكاني، كان لازم اتحرك. المشروع بتاعي بيتكلم ازاي ان انا اقدر ادخل الرسومات دي في المناهج الدراسيه بكل مراحلها، من اول الطفل اللي هو بري سكول لحد اللي في الجامعه. الموضوع مش متوقف على تقنيه معينه ولا حاجه معينه، لا، من اقل الامكانيات لاعلى الامكانيات. الماما في البيت تقدر تعمل ده لاطفالها باقل الامكانيات،
يعني انا عايزه اوصل ان هي ممكن تقدر تستخدم كمان وسائل بسيطه جدا عندها متوفره في البيت بتاعها تقدر تعملها. ده المشروع بتاعي اصلا، وكان في كتب في هاند ميد عملته في البروجكت بتاعي، بس لما لقيت ده محتاج مجهود كبير ومصاريف عاليه جدا انا مش هقدر اتحملها لوحدي، ما كانش ينفع اقف مكاني. فلجأت لفكره ان انا ازاي ليه ما اعملش معارض للمكفوفين المبصرين. من هنا جت الفكره الثانيه. دي ده تطوير للفكره بالظبط. ده معرض عملتيه؟ عملت اكتر من معرض. يعني رواد المعرض يبقوا من المكفوفين والمبصرين طبعا، المبصرين. بس يجوا يتفرجوا على المعرض عن طريق اللمس. بالظبط. والتقنيه دي مش موجوده لحد دلوقتي الحمد لله، ولا في مصر ولا الوطن العربي. وانا رسلت كتير ناس كتير بره مصر كانوا منذهلين من الموضوع ان هو مش موجود اصلا عندهم. كنت لسه هقول لك، انا متهيألي ان انت لو تقدمتي بالفكره بره كمان هتلاقي اهتمام كبير. ما انا للاسف انا مش عايزه ده يبقى بره، ليه ما اعملش ده في بلدي في مصر؟ مصر فيها حاجات يعني كتير حلوه. امشي في الطريقين وشوفي، يعني اسعي في اكتر من اتجاه، مش لازم اتجاه واحد. انت بتدرسي في الجامعه يا مي مش كده؟ ولا دراسات حره بس؟ للاسف لحد دلوقتي ما اتاحتليش الفرصه، بس قدمت في اكتر جامعه وان شاء الله يا رب يكون خير. وبتشتغلي فين بشكل اساسي؟ بشتغل فين بشكل اساسي؟ ولا حره يعني؟ لا فنانه حره. فنانه حره. تمام. انا بتمنى لك التوفيق جدا في مشروعك، وان شاء الله تقدري توصلي لاي جهه يعني تتبناه، وزي ما قلت لك اسعي في اكتر من اتجاه لانه هيفيد عدد كبير جدا من الناس، ومش مهم بره ولا جوه، في الاخر حتى لو نجح بره ممكن نستفيد بيه في مصر اكيد يعني. ان شاء الله. شكرا. يا رب ان شاء الله. تسلمي لي، انا مبسوطه ان اكون معاكي النهارده. شكرا ليكي مي عماد، صاحبه مشروع الرؤيه باللمس. شكرا لك. مشاهدينا، ده كان آخر حواراتنا النهاردة في هذا الصباح. بكرة هيكون يوم عمل جديد، ساعتين من 8 ل 10، وفريق عمل مختلف وحوارات ولقاءات على الهواء مباشرة. إلى اللقاء.